بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا، أنا ما عملتلكوش أكلات من زمان، لكن النهاردة هعمل لكم حاجة جديدة خالص. هعمل لكم الرز الأخضر والشوربة الخضراء أو الصوص الأخضر أو الجرين صوص. النهاردة هقول لكم بس على المكونات. دي سلق ومع حزمة كزبرة صغيرة كده، مقطعاهم غسلهم ومقطعاهم، طبعا رز غسلاه ومقطعاه، بصلة يعني وسط كده، البهارات ملح وفلفل اسمر وكمون، وهنعمل يعني مع نص معلقة ثوم او معلقة صغيرة مع كزبرة ناشفة ونص معلقة ملح. هشاوركم انا هعمل بيها ايه دلوقتي. وكمان هنعمل الشوربة، كوباية شوربة عادية وكوباية لبن ومعلقتين دقيق علشان نعمل الصوص بتاع الرز. الخطوة الأولى اللي احنا هنعملها، احنا هنحط الأول، هنحط البصل، هنحطه على النار اهو، هنقلب بقى، هنسيبها كده تتشوح مع نفسها، انا كده كده مطية عليها. وهنضرب هنضرب الخضرة في الخلاط، انا مقطعاها يعني مش، وكده كده هصفيها يعني، انا هضربها في الخلاط وهرجع لكم تاني. خلاص كده ضربتها، هصفيها. هنحمص يعني، مش هنحمر البصلة قوي، احنا هنصفرها بس. انا حمرت البصل اهو، وحطيت عليها بقى فلفل اسمر وحطيت عليها كمون، وهحط الرز يتشوح سنة كده يعني. وانا كده حاطه هناك طاسه وحاطه فيها شويه زيت عشان هحمر اللي انا صفيته من السلق والكزبره، هحمره في الزيت مع ثوم وبهارات كده. خلاص شوحنا الرز تشويحه بسيطه، هنبدا نحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج كوباية الشوربة اللي فاضلة دي، هنسيبها بقى تستوي مع نفسها على بال ما نعمل احنا بقية المكونات. دلوقتي الزيت اتقدح اهو، انا هحط بقى ايه الحاجات اللي احنا الخضرة اللي احنا خرجناها من اللي عصرناها وطلعنا منها المية الخضرة. هننشفها كده، وبعد كده نحط عليها بقى الثوم والكزبره الناشفه. طيب انا عايزه اعمل بقى وانا بعمل الحاجات دي، نعمل بقى الصوص بتاع الكلام ده كله، الشوربه اللي هنغمس بيها. هنعمل على عين هاديه خالص، هي اصغر عين. انا بعمل بزيت مش بعمل بسمنة عشان الاكل ما يبقاش تقيل.
ما ننساش الخضرة اللي على الناحية التانية، ونقلب كويس. أول ما تبدأ تنشف خالص نقوم حاطين بقى الثوم والبهارات وذرة ملح كده يعني. طبعا أنا سالقة فرخة بلدي معاها، عشان كده أنا هعمل بقى منها الشوربة، بس شوربة يعني إيه اللي هي صوب جرين أو جرين صوب. دلوقتي كده نحط الدقيق ونقلبه كويس. نحط ذره ملح وذره فلفل اسمر. بعد كده هنحط السوائل مره واحده عشان ما يبقاش فيه كلكعه. شوربه وكوبايه شوربه خضراء او كوبايه ميه خضراء اللي احنا ايه شلناها من ال، ودي خلاص كده اتحمصت اهي. هنحط معاها الثوم والفلفل الاسمر والملح. اول ما نشم ريحه الفلفل الاسمر طلع، اول ما نشم ريحه الثوم طلعت، يبقى خلاص كده ايه تمام. دي هنزركش بيها يعني، هنزرك الله ريحه يعني ما اقولكوش يعني، الفلفل ريحه روعه. الكزبره مع الثوم الاخضر مع الخضره عامله ريحه جنان يعني. هطفي عليها كده ونيجي هنا على الشوربه ونقلب بقى كويس عشان ما تكلكعش مننا. وهغرف بقى في الاطباق، الرز بتشرب اهو، الرز بتشرب، ودي كمان خلصت ودي كمان خلصت. انا هو بس هفضل اقلب فيها كده وبعد كده هغرف في الاطباق وهوريكم الشكل بقى عامل ايه. بص يا حبايب قلبي، هو بعد ما خلص اهو اهو، احنا عاملين فرخه بلدي كده صغيره يعني اللي هي البلدي، وده اللي هو الجرين صوص. وطبعا انتوا عارفين ان انا الخضره اللي لما صفيتها حمرت اللي هو طلع من التصفيه مع فص توم وكزبره وزركشت بيه الاكل اهو. ودي شوربه بقى من الفرخه العاديه اهو. الرز شكله وطعمه وريحته جنان بجد يعني، يستاهلوا بقكم. اتفضلوا معانا وكده خلصت الفيديو. اتمنى تعملوا الاكله دي، هتعجبكم جدا، اكله صحيه جدا. والى اللقاء في فيديوهات جديده ان شاء الله. نصر ارت دي واي، اتمنى الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.